أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في المؤتمر الصحفي وجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود اللي قدمتها الدولة المصرية منذ يوم 7 أكتوبر وعلى قمة القاهرة للسلام اللي تم تغطيتها الأيام اللي فاتت. الرئيس الفرنسي كمان اتكلم عن حماية المدنيين وقال انه يجب ان تصل المساعدات الانسانية الى كل سكان قطاع غزة بلا عوائق، واكد كمان ان فرنسا قررت ارسال سفينة لدعم مستشفيات غزة. خلونا نشوف دلوقتي جزء من كلمة الرئيس الفرنسي. ميرسي بوكو مسيو البريزيدان. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا على استقبالكم، شكرا على هذه الكلمات. مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا و اعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. لكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلمنا عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحت جزها حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 من أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى القمة التي في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإنذار التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بازدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير. القانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية. حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات. كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريد هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم.